لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. إذا الرئيس غائب، هذه المرحلة ماذا حدث فيها؟ قلنا الوضع الداخلي سيء، الوضع الخارجي، نكمل شوية نقطة في الوضع الداخلي، ما الذي تغير ونحن بعد مرور سنة؟ لم يتغير شيء على المستوى السياسي، البرلمان ما زال تاع بوتفليقة، مجلس الأمة ما زال تاع بوتفليقة، المؤسسات ما زالوا كما راه، السفارات فيها شوية تغييرات شكلية ولكن داخلها والقنصليات ما زالوا تاع بوتفليقة، ما زلنا في نفس الوضع، الرئيس بحد ذاته تبون راه مريض على طريقة بوتفليقة، رئاسة الجمهورية تتناول في مرض الرئيس عن طريق على طريقة بوتفليقة. ما الذي تغير ونحن بعد مرور سنة؟ لا حاجة وحيدة، جائحة كورونا. ما هي الإنجازات التي إنجاز الوحيد اللي قالوا راه درناه هو الدستور، الدستور واش اللي فوطاو عليه بن عام 3 ملايين، وين هي الشعبية، وين هي الإجماع الجزائري على هذا الدستور؟ ما كانش أسوأ دستور صرا كون راح داروا بمرسوم رئاسي وفوتوا على الغرفتين تاع البرلمان بدون استفساء راح تكون عنده مصداقية أحسن ما هو عليه. الآن الدستور راه معلق ينتظر عودة الرئيس باش يوقع عليه واللي ساري المفعول. ما لم يتحقق شيء، الجزائر غرقت في الفقر، العملة انهارت، وراني نتابع يوميا أسعار العملة الصعبة كيف ماشية وتتصاعد، الدينار ينهار، الوضع الاجتماعي راه في أسوأ أحواله، وهذا على المستوى الداخلي، الوضع الاجتماعي يهدد بالانفجار لولا جائحة كورونا. أجزم لكم لولا تخوفات الناس من جائحة كورونا أنه راح تكون هناك ربما نصل إلى ثورة جياع في الجزائر. روحوا شوفوا الدولة العميقة اليوم، نشوف صور نتاع أولاد حفات يروحوا يقرأوا في الغرق وكذا وكذا، والله العظيم أمر يزعزع في جزائر اللي تعتبر من أغنى الدول، في عهد بوتفليقة أكثر من 1000 مليار دخلوا الخزينة العمومية، هناك من يتحدث 1500 مليار، لأن ما حسبناش الغاز، لأنه ليومنا هذا ولا يوم أعطونا أرقام اللي تتحدث عن مداخيل الجزائر من الغاز، دائما من النفط وخلاص البترول والغاز ما يتحدثوش عليه. 1000 مليار ولا 1500 مليار، راهي دولار تعيد بناء قارة إفريقيا وليس الجزائر فقط، ولكن للأسف نهبوها. لماذا نهبوها وسرقوها؟ الأمر أبعد، هذه اللي نهبتها راهي دول، الأشخاص هذا راهم شوف الأشخاص باش نقولها لكم، ويحيى وحداد ومش نعرف واش، هذوما مهما نهبوا 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 ما يلحقوش 10 مليار دولار، والراحت الأخرى نهبتها دول في مشاريع، منها فرنسا ومنها دول أخرى عن طريق صفقات، وهذا ما حبوش يتحدثوا عليه. لو كانت هذه الدولة تكافح الفساد أيضا، افتحي أيتها الدولة ملفات الصفقات، الصفقات التي أجريت لصالح مؤسسات تاع دول، وهنا يحدث الحساب، وتستطيع الطالب والدول هذه بالتعويضات لأنها أجريت بطرق غير قانونية، وتقدروا تصادروا هذه الممتلكات نتاع هذه الشركات اللي موجودة في الجزائر، ولكن لم يفعلوها لأنهم خايفين على علاقاتهم مع هذه الدول، لأنهم يدركون أن شرعيتهم ليست متكاملة، لأن هناك ليس هناك إجماع شعبي. شوف نقولها لكم حاجة، الحاكم لما يكون الشعب كله معاه والله ما يخاف من واحد، ولكن عندما يكون صفو الداخلي هش راني راه يوصل حالة من لا يمكن تصورها من السوء. لذلك دائما أقول لكم، أنا مؤخرا نشرت فيديو تحدثت عن أمر، قلت بأنه الجيش يراهن على جبهة داخلية هشة وتحاملوا كيف وتسب، أنا ما أسب الجزائريين، الناس راهي ما زالت تحرق، الناس تدير في لاشان على السفارات رغم أنها كورونا، وأنا اللي كنت نشوفوا الجزائريين اللي موجودين في اليونان اللي حرقوا على طريق تركيا، حتى دار التركية أوقفت الفيزا الإلكترونية على الجزائريين بسبب أنهم يروحوا هناك ويحرقوا لليونان. اللي هنا روح نهبطوا البرباس ونهبطوا الغير وتشوفوا الجزائريين في أحوالهم الحراقة اللي موجودين هنا، أنت تجي تقول لي هذا الأمر وتقول لي راهي جبهة الداخلية قوي. نعم الجزائري عندما يشوف وطن وراح يتمس راح يولي يتحول إلى أسد، ولكن عندما يكون مريض والله مستحيل راح يدير شيء، معنويات الناس منهارة، لذلك أنه ما تراه اللي
بلغة الخشب والشعارات عندما نقرأ مثلا افتتاحية مجلة الجيش ولا ما يقوله بعض المسؤولين. يا جماعة هذا الكلام راهو ما عادش يوكل الخبز. رانا في زمن التواصل الاجتماعي، كل مسؤول يتحدث للجزائريين يروح يفتح صفحة في الفيسبوك فقط ويحط خطاباته ويروح يقرأ الجزائريين وش يقولوا له. أكيد فيه ذباب إلكتروني حقيقة، ولكن هناك ناس بصورهم أراهم تشوفوا كيفاش يعبروا عن المأساة الجزائرية. نحن رانا في مرحلة صعبة يا جماعة. الدبلوماسية الجزائرية في الحاضر، وزارة الخارجية ما عندهاش صفحة على الفيسبوك، وزير الخارجية عنده صفحة في تويتر، ولكن أنا لا بحثت إلا إذا كان ما وصلت لهاش، لم أجد وزارة الخارجية عندها صفحة في الفيسبوك. أنا الدبلوماسيين والسفراء والله العظيم كون تشوفوا واش راهم يديروا، والله العظيم كان من المفروض يلموهم كامل في كل، يلموهم ينزلوهم في المطار ويديروا لهم سيلون ثم، كل من ينزل في المطار يطيشوه في السيلون. إنها باستغلال ثروات الجزائر، المرته تحفف على حساب القنصلية، ومرته تحفف على حساب، وبنته تتحرك بسيارتها على حساب الجازوال على حساب السفارة، وعايشين على ظهر ويبنوا في المشاريع وكذا وكذا وكذا، ولكن والله لا يوجد من يعمل من أجل صناعة لوبيهات لصالح الجزائر. الآن المغرب المخزن المغربي يعادي الجزائر ويعمل ضد الجزائر ويعمل في كل المحافل ويصرف الأموال من أجل ضرب مصالح الجزائر. هذه حقيقة ما يجي ننكروها، مثل ما أن الجزائر تعادي المغرب، بينهم صراع عداوة كلاسيكية كما قالها شنقريحة، ولا عداوة تقليدية معروفة بدأت منذ الستينات. شوفوا وين وصل، شوفوا وين وصل المغرب. راه يعمل على جبهات متعددة لضرب مصالح الجزائر، لكن كيف تقابل الجزائر هذه الأوضاع؟ تقابلها بأسلوب تقليدي. نحن في زمن يا جماعة، مشنا في زمن عدم الانحياز، اللي نتاع الجزائر لا تتدخل في شؤون الدول، والجزائر تخلي الشعب، من هو اللي ما يتدخلش؟ والله إذا لم تتدخل في شؤون الآخرين سيتدخلون عنك. لذلك الجزائر مشكلتها وين؟ عندها دبلوماسية ليست في المستوى المطلوب، عندها سفارات سفراء من المفروض في كل بلاد يحاولوا يصنعوا لوبيهات. أنت عندك مؤسسات إعلامية كبرى في البلد، تعمل لهم كل شهر حفلة، تعرض الإعلاميين، تعمل ندوة تعرض الإعلاميين من أجل يسوقوا للرؤية الجزائرية. هم لا، حتى أول نوفمبر يعرضوا غير السكرجية والرقصات وكل اللي يجيبوا لهم. أعفوا لساني عن ذكر الباقي، لأنه شيء مقرف وشيء مؤسف. في حين لو ترى خصوم الجزائر كيف يعملون، رغم أنهم على باطل ويحولوا باطلهم إلى حق في وجوه الآخرين. الآن رانا وصلنا إلى مرحلة المغرب طبع مع إسرائيل، راح يطبع معها دبلوماسيا، يكون هناك سفارات، تكون سفارة في الرباط وسفارة مغربية في تل أبيب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.